سيادتك هات يا ابني، قالوا لي عندك تقرير عن الدولة المنافسة والزعيم المنافس، ما بذكر اسمه. حاضر، شو اعطيني شو عندك معلومات؟ أول شيء مولانا سمى كويكب على اسمه. سمى كويكب على اسمه؟ كويكب كامل؟ شوف يا ابني، بتروح على وكالة الفضاء اللي عندنا بالبلد هون، بتقلهم ينزلوا كوكب زحل، يقيموا اسم زحل ويحطوا اسمي، كوكب سيادته يكون، فهمت؟ كوكب كامل، ما بقبل كويكب غيره. تاني شي مولانا، البرلمان عندهم أطلقوا عليه لقب قائد القرن. قائد القرن، عديم الإبداع. شوف يا ابني، متلقبوني بقائد الألفية، قائد الألفيتين، الألفية الحالية والألفية الماضية. ضيف عليها يا ابني تسمية الخميس الثاني من كل شهر. خميس الثاني باسم سيادتي. والعنب الله يرضى عليك يا ابني، آخر واحدة العنب الزيني بتغيروا لي اسمه، بتسموه على اسم سيادتي، بس بتقول يا عيني يا عيني على عنب سيادتي سيادته، عرفت كيف؟ كمان مولانا خلى البرلمان يعلنوا زعيم مدى الحياة بدون انتخابات. شايف يا ابني؟ شايف بده يصير رئيس مدى الحياة بدون انتخابات حرة ونزيهة، بعكس بلدنا. أنا إذا ما أجيت بانتخابات حرة ونزيهة تعبر عن رأي الشعب، فلا كنت ولا صرت رئيس وزعيم الألفيتين وزحل. شو بتحكي؟ آخر شي مولانا، نزلوا حد العمر الأدنى للرئاسة عندهم من 35 ل 30 سنة. نزل العمر؟ هذا فعلا عديم الإبداع. أنا عاملينها من إمتى هي؟ أنا اللي عم نزل عمر لحبيبي بابا فواز. بابا فواز قديش عمرك أنت؟ يا ابني نزل العمر ل 13 سنة. خليه يكون ما بيعرف بيموت. عظيم الإبداع. أهلين وسهلين وميت مرحبتين بأحبائي المتابعين والمتابعات، الطاجيكيين والطاجيكيات، ومتابعي برنامج الجهبذ في منطقة آسيا الوسطى، تحياتي. بسنة 2015 طلع المذيع على تلفزيون طاجيكستان وهنأ الشعب الطاجيكي، قال له بهنيك يا شعبي، لقد تمت تسمية كوكب أو كويكب صغير بين كوكبي المشتري والمريخ على اسم طاجيكستان تقديرا لمساهماتها العلمية الهامة. بوقتها قالت وكالة الأنباء الطاجيكية إنه زعيم الأمة رئيس طاجيكستان إمام علي رحمون استلم من رئيس منظمة تدعى الاتحاد الدولي علماء الفيزياء الفلكية شهادة تسمية هذا الكوكب. صحيفة الجارديان البريطانية تقعد عاقلة؟ أبداً. دوروا على الإنترنت على الاتحاد الدولي للعلماء الفلكية؟ ما لقوا. طيب في كوكب اسمه طاجيكستان؟ ما بنعز عليك والله حبيب قلبي، يعني كل الكواكبات والكواكب بين المشتري والمريخ مسمعين، ما عم دور على اسم. جيب لك نيزك من المستودع. يا حمادة، العلماء قالوا ما في كوكب اسمه طاجيكستان يا جماعة، ما حد هراء. اوف، كوكب فرد ضربة يا جهباز، سموا كوكب بيك على عينك يا تاجر. لا يا حمادة، كتير زعجك موضوع الكوكب. زعيم مشتهى مهزة حب يسمي كوكب طاجيكستان، يعني كتير مضايقك الموضوع. هذا الموضوع مكرر بين الدول. انت ما سمعت المقولة العلمية التي تقول سمعت الشمس تهمس همس صباح الخير سوريا؟ حمادة انت مالك عرفان، انا محرج منك بصراحه، هي مو اول حادثه. انت مالك دريان شو عملوا الطاجيكيين سنه 2011؟ الاخوه الطاجيكيين لهم سوابق. بوقت قالوا الطاجيكيين انه المجلس الاوروبي للعلاقات الدوليه منح الرئيس الطاجيكي رحمون لقب قائد القرن الواحد والعشرين. هلا الغريب بالنسبه لي انه باول 11 سنه حددوا مين قائد القرن الواحد والعشرين كله، يعني مو قائد اول سنه او قائد اول عقد، القرن كامل هو قائده حددوا المجلس. حماده طاجيكي لا تروح تقعد تدور على المجلس الاوروبي للعلاقات الدوليه، عود. صار لك من أول حلقة عن طريق طاجيكستان وطاجيكيين، يعني شو هاد بلد هاي؟ طاجيكستان في الواقع هي بلد في منطقة آسيا الوسطى ذات موقع استراتيجي هام على طريق الحرير القديم. وسط آسيا كما تعلمين يا سعادة تكون من خمس جمهوريات: قرغيزستان، كازاخستان، أوزباكستان، طاجيكستان، وتركمانستان. هاي الدول استقلت بعد سقوط الاتحاد السوفيتي سنة 1991. طاجيكستان تتميز عن هذه الجمهوريات الأربعة الثانية إنه دول الجمهوريات الأربعة غالبية سكانهم بينحدروا من القومية التركية، لذلك يجمعهم مع تركيا مجلس التعاون للدول الناطقة باللغة التركية. أما الطاجيك فهن مرتبطين لغوياً وعرقياً أكثر بالإيرانيين والأفغانيين. شلون؟ البلد بيحكي طاجيكي يلي فيك تعتبره تقريبا لهجة من لهجات اللغة الفارسية. بحسب البروفيسور الزميل وليام أوبيمان بوجهله تحية، الأستاذ في جامعة مينيسوتا الأمريكية، تعاني طاجيكستان كما تعاني بقية دول آسيا الوسطى من أزمة هوية. بيضلوا بيسألوا حالهم كيف فينا نعزز الفخر والانتماء الوطني لهي الدول الجديدة نسبيا. أوزباكستان مثلا قالت إنه تيمورلنك هو بطلنا الوطني. ليش؟ لأنه عندنا سمرقند نحن بأوزباكستان اللي كانت عاصمة دولة تيمورلنك. أما حكومة طاجيكستان فصفنت شوي، قالت مالنا غير نقول إنه نحن الوريث لإمبراطورية
عظيمة بالقرن العاشر اسمها الإمبراطورية السامانية، وهي حمادة هي دولة إيرانية استقلت فعليا عن الخلافة العباسية. لذلك بطاجيكستان صاروا يعملوا احتفالات مطنطنة بذكرى تأسيس الإمبراطورية. وانت ممكن تسأل حالك ليش ما طاجيكستان تنضم لإيران؟ هي مو طاجيك من حضره من أصول قومية فارسية؟ أو ليش ما ينضموا لأفغانستان؟ ما بأفغانستان في طاجيك أكثر من طاجيكستان ذات نفسها. أو ليش ما يكونوا طاجيكستان وأوزبكستان دولة واحدة؟ بما أنه في كتير شغلات مشتركة بيناتهم بالماضي والحاضر، والدولتين تركيبتهم السكانية تتكون من الطاجيك والأوزبك، يعني بنسب مختلفة. لك حتى أكبر المدن بالدولة السامانية هي على أساس دولة طاجيكستان المبكرة القديمة، يعني موجودين خارج طاجيكستان. سمرقند وبخارى موجودين بأوزبكستان. شو نحكي؟ وفوق هذا وزاك طلع الرئيس الطاجيكي وقرر يحذف لاحقة أوف الروسية من الأسماء. يعني كان اسمه إمام علي رحمونوف صار اسمه إمام علي رحمون. ليش؟ حتى يربط أكثر بالأصول الفارسية. وقال له إن الشعب يعملوا نفس الشيء، وهيك بيصير اسمه مختلف عن أسماء رؤساء دول آسيا الوسطى التانيين، جباروف ومحمدوف وحمادوف. هي طاجيكستان تأسست سنة 1991، وسنة 92 فاتوا بحرب أهلية استمرت لسنة 1997. الحرب كانت بشكل أساسي بين الجماعات المهمشة من الإسلاميين والليبراليين وشوية أقليات مثل أقلية البومير الموجودة بطاجيكستان. هذول الجماعة اللي كانوا خارج السلطة أيام الاتحاد السوفيتي، وضد هذول على الطرف الثاني كان في الجماعة اللي محتكرين السلطة والمناصب من أيام الاتحاد السوفيتي لوقتها، وهذول كان الجيش الروسي داعمون. وانتهت الحرب اللي راح ضحيتها عشرات الآلاف باتفاق سلام بين الرئيس رحمونوف والمعارضة، إنه خلاص ولا تعبنا من الحرب، خلونا نتقاسم السلطة ونبوظ شوارب بعض. وكانت هي سابقة بدول آسيا الوسطى إنه النخب الحاكمة تشارك المعارضة معها بالحكم. يعني بهداك الوقت ما كان في بلد بآسيا الوسطى غير طاجيكستان عنده معارضة حقيقية وانتخابات تنافسية برلمانية، وظل الوضع هيك كذا سنة. بس يؤسفني إلكن يا حمادة وسعاد إنه هالبلد اللي كان بزمانه واحد التعددية السياسية بآسيا الوسطى اليوم يلقب بكوريا الشمالية فرع آسيا الوسطى. بس الأمانة تركمانستان كانت سباقة بالحصول على هذا اللقب بالدوري الإقليمي للديكتاتوريات تبع آسيا الوسطى. يعني تركمانستان بهنيكي، انت كوريا الشمالية تبع آسيا الوسطى. بحلقة تانية نحكي عن تركمانستان التي تعتبر كوريا الشمالية المتموضعة في آسيا الوسطى. طيب ما حكيت لي كيف تراجعت الأمور بطاجيكستان وانتكست يا جهبذ؟ صحيفة The Economist شرحت لنا الموضوع بمقال عملته سنة 2006 اسمه Tajikistan's Iron Man: Outsiders Care More About Stability Than Democracy. الرجل طاجيكستان الحديدي، الأجانب يهتمون بالاستقرار أكثر من الديمقراطية. حكيت فيه عن تزوير الانتخابات وأنه الغرب ما كتير عم ينتقد موضوع انتهاكات حقوق الإنسان وسحق الديمقراطية بطاجيكستان لأنه مضطرين يتعاملوا مع النظام الطاجيكي. ما طاجيكستان عندها حدود طويلة مع أفغانستان، ومين كان في أفغانستان؟ تواجد كبير للجيش الأمريكي وجيش الناتو وجيوش غربية من 2001 حمادة، غزو الأمريكي لأفغانستان حتى سنين عديدة بعد ذلك. رجعت الإيكونوميست نفسها سنة 2015 نزلت مقال تاني قالت فيه إنه الغرب مو بس ساكت على رحمون، الرئيس رحمون تبع طاجيكستان، بل عم يعطوه أموال ومساعدات، مع إنه بيعرفوا إنه مئات الملايين من هاي المساعدات انسرقت وعمل فيها قصور لرحمون ولحبايبه قرايبه ورفقاته ماسكين البلد، والشعب مو ملاقي ياكل. طب شو بده يعمل الغرب؟ ما وجوده ضروري لاستقرار المنطقة، خلاص ما لنا علاقة. هو اللي صار إنه بعد حرب أفغانستان سنة 2001 شمشم الرئيس رحمون انه ما عاد مضطر يعمل الرئيس المنفتح والمهتم بالديمقراطيه والتعدديه السياسيه قدام الغرب، خلاص مضطرين عليه، بدهم يعاملوه كامر واقع، محتاجينه بافغانستان واستقرار المنطقه. فشوي شوي بلش يتراجع عن بنود الاتفاق اللي عمله مع المعارضه اللي حكينا عنه قبل شوي، والنتيجه كانت انه استفرد هو وعيلته بالسلطه، وفوق صار يستهدف كل السياسيين ورجال الاعمال اللي استرجوا بزمانهم يعارضوه. واخيرا سنه 2015 صنف حزب النهضه الاسلامي الاي ار بي اللي كان من اهم الاحزاب اللي وقع معهم بنود اتفاق السلام تبع المعارضه، صنفهم كحزب ارهابي مع انه كان ممثل بالبرلمان وتاني اكبر حزب بطاجيكستان بعد الحزب الحاكم. ما هو انهى الحرب الاهليه مع حزب النهضه الاسلامي واتفق معه، رجع قال انه هذا ارهابي نفسه اللي اتفق معه، وصار يلاحق ويعتقل، وكمان متهم باغتيال معارضين طاجيكيين داخل وخارج طاجيكستان. وبنفس السنه وبعد ما قمع المعارضه اقر البرلمان قانون بيعطي حصانه للرئيس رحمون مدى الحياه وبيعطيه لقب زعيم الامه. زعيم الامه؟ حصانه مدى الحياه؟ عم بتقلك الباحث الألمانية أندريا شميتز إنه بإعطاء هذا اللقب للرئيس رحمون انتقل الإعلام الطاجيكي إلى مرحلة عبادة الفرد وتأليه الرئيس. تأليه الرئيس؟ صار يقولوا إنه هو اللي أنقذ البلد ولولاه كنا ضعنا، لولاه كنا ضعنا. وبتقلك إنه التلفزيون الطاجيكي بث فيلم وثائقي اسمه رجل المصير عن الرئيس رحمون، أمان أوف ديستيني. ومو بس هيك، عملوا عنه مسرحية سموها المختار The Chosen One. وصلت وين ما تلتفت تلاقي صوره منتشرة في شوارع طاجيكستان الجميلة، تلتفت تلاقي سيادة الرئيس رحمون، تلاقي هون سيادة الرئيس، صفحة الانستغرام تبع رئيس طاجيكستان هي الشارع، صوره بكل مكان. بدك ضرب القاضية يا حمادة؟ خذوا ضرب القاضية. البرلمان عدى القانون بحيث الرئيس رحمون يضل رئيس مدى الحياة إذا كان بده، وفوقه من عرض خاص تعديل تاني بينزل حد العمر الأدنى للرئاسة من 35 سنة ل 30 سنة. يعني إذا عندك مرشح ما
عمره مو 35 سنة، عمره 30 بس، كتير صالح وكتير منيح انه يصير رئيس. نخسره مننزل القانون. ليش عمل هيك؟ مشان يفسح مجال لابنه رستم لحتى يصير رئيس من بعده. مين رستم ابنه؟ ما ابنه حاليا مستلم منصب عمدة العاصمة ورئيس شيء مثل مجلس الشيوخ. عدم مؤاخذة، السي في تبع رستم ابنه مليان، ليش حتى ما يصير رئيس؟ يا جابز انا مو مرتاح. يا جابز شامم ريحة تشابه فظيع مع ناس بعرفهم منيح انا. ايدك ممكن تسألني بعد كل هالحكي كيف الوضع الاقتصادي بطاجيكستان يا جهبذ؟ الاقتصاد الطاجيكي بيعتمد على التحويلات المالية لأبناء المغتربين. الأرقام الرسمية بتقلك أنه حوالي 1.6 مليون طاجيكي بيشتغلوا بروسيا، بينما الأرقام غير الرسمية بتقلك أنه ممكن يصلوا ل 2 مليون، يعني ربع عدد سكان طاجيكستان بيشتغل عمالة بروسيا. أغلبهم بيشتغلوا كعمالة رخيصة، وكثير منهم بيقيموا بشكل غير نظامي بروسيا، وبيتم استغلالهم وتمارس العنصرية عليهم. سنة 2008 بس انقتل حوالي 80 طاجيكي بروسيا بهجمات عنصرية. بيقول الباحث بجامعة تورنتو ألكسندر سوديكوف انه في شعور عام بطاجيكستان انه السلطات الروسية ما عم تعمل اي خطوة جدية للحد من العنصرية ضد الطاجيكيين بروسيا. بالعكس، وسائل الاعلام الروسية كانت دائما عم تقدم الطاجيكي على انه انسان غبي وجاهل. اما حكومة طاجيكستان فمو فاضي لهذا الحكي الفاضي. فرص عمل وكرامة المواطن الطاجيكي مشغولين بتلقيط الشباب الطاجيكيين الملتحين بالشوارع، ياخذوهم عند الحلاق، بيعملوا لهم كومبليت ميك اوفر، بحرقوا لهم دقونهم ولحيتهم لحتى مهتمين بإناقة الشاب الطاجيكي حماده. ممكن يكونوا عم يلاحقوا ناس عم يحتفلوا بعيد ميلاد او بالهالوين عيد الهلع، او ناس عم يحتفلوا بطهور ابنهم. الحكومه بتلاقي المناسبه ما لها طعمه هي وغيرها من المناسبات، يتركوهم يفلت الشعب الطاجيكي ويحتفل، كل واحد بده يطهر ابنه بده يحتفل. شو التبذير والبعزق، هذا مضر بالاقتصاد الطاجيكي. نحن كحكومة ما رح نسكت. يمني هلا من المليونين طاجيكي اللي بروسيا وعمالة مهمة للطهور. الحكومة ما عم تفضل تحك راسها يا جماعة الخير. وزارة الثقافة الطاجيكية طلعت كتيب من 367 صفحة تشرح كيف يجب أن تلبس المرأة الطاجيكية. شو لازم تلبس؟ بس 367 صفحة. هذول جماعة معناتها فاضيين ولا ما عندهم وقت. وطلعوا فرمان تاني حظروا فيه تسمية الأولاد بأسماء عربية، ما بدون أسماء عربية. بالنهاية طاجيكستان هي بلد فقير، بل هي أفقر دولة بدول آسيا الوسطى، بل هي أفقر دولة من دول الاتحاد السوفيتي السابق. بعض التقديرات بتقول إنه حوالي نصف شعب طاجيكستان تحت خط الفقر. الرئيس الطاجيكي بضل بيقول أنا بدي حارب الفقر بالدولة، بس كيف؟ عن طريق محاربة التبذير والبعزقة وما يخلي حدا يحتفل ولا حدا يعمل شيء مثل ما حكينا بشوي. أما زعيم الأمة الرئيس إمام علي رحمون فما لقى حاله عم يبذر ويبعزق لما نشر صور لاستقباله للرئيس الروسي فلاديمير بوتين بحديقة قصره الفخمة وهي ممتلئة بتلال من البطيخ والفواكه الطازج، وقاعد عم يتفتل معه بالقصر المذهب تبعه بزيارته الأخيرة بشهر حزيران يونيو الماضي. ليش هيك دائما الدول اللي بتعاني من فشل إداري واقتصادي وفيها ديكتاتورية هي نفس الدول اللي بتتحش مناخيرها بكل تفاصيل حياة الشعب، بتتعدى على حرياتهم، وبالمقابل ما بتتقبل يتمارس عليها اي نوع من انواع المساءله او الرقابه من الناس؟ ليش هيك في تناسب طردي بين الفشل العام والشعارات الحكوميه المطنطنه، بين زياده فقر الشعب وبين تعامل النظام مع البلد وكانه البستان تبعه مثل البستان اللي عند الرئيس بالقصر؟ برايكم ليش هذا النموذج موجود وعم يتكرر ببلدان تانية من المنطقه؟ هل الحق على الشعب انه ساكت، ولا الشعب مل وداء خلقه من الحروب والقتل والتدمير وبده سلته بالعنب؟ جابونا هذا السؤال بالتعليقات، واذا حبيتوا الحلقه اعطونا لايك اعجاب واشتركوا بالقناه وفعلوا زر الجرس وشاركوا الحلقه بين اصدقائكم. خلونا نشوفوا طاجيكستان شو صار فيها وزعيم الكواكب، وشوفوا الحلقات القديمة، وانتظروا الحلقات القادمة المليئة بالكثير من الى اللقاء.